أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة؟ تولي الموالاة يظهر لأنها المحبة في القلب، وأما التولي فيكون بالعمل مثل المناصرة والمدافعة عنهم. تولي يظهر لأنه في العمل، والموالاة المحبة في القلب. نعم، يجتمعان، يجتمع التولي والموالاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.